الأول بدأ الإشي عبارة عن شتم وعبارات عنصرية وسب وبصق يعني وحركات بذيئة. ثم يعني شفنا إنه صار يراجعه كناني أول كمية، ثاني كمية، توقعنا إنه الشرطة تحاول تتحرك. بعد ما الشرطة تحركت يراجعه ثاني حجر، بعد ثالث حجر حاولت الشرطة أن تتحرك ولكن ما سيطرت على الحدث. احنا نعرف ايش عن جد الشرطه كانت بدها تسيطر على الحدث ولا ما بقصد، ولا ما بدها تسيطر على الحدث بقصد. ما بتعرف انه كان الامر معاكس، واللي راجل هم المواطنين اللي كانوا مواطنين عرب من ظهرين عرب، لكانت الشرطه اطلقت الرصاص الحي عليهم. وهنا مهم التنويه انه الشباب الفلسطينيين عمرهم ما اعتدوا لا على صحفي عربي فلسطيني ولا على صحفي اسرائيلي يهودي.